الله السرة هذه سقطت من أبو مغامس، أكيد من أبو مغامس، لكن يا ترى هل سقطت منه عن قصد ولا هو ما درى؟ أكيد أكيد يبي يعرف إني أنا أمين ولا لا، امتحان من أبو مغامس، لكن لا يا أبو مغامس قديمة، الحركات هذه ما على مانع، أبد ما على مانع، أنا الحين أوديها لأبو مغامس علشان يعرف اني انا امين. لازم لازم. الظاهر اني ثالث ثلاثة، الظاهر ان فيه اثنين غيري في هالغابة، بس يا ترى ليه ما يبون يعرفهم؟ وليه ما يظهرون الا لو صرت في مرحلة خطر؟ ومنهم؟ وش مصلحتهم من علاجي ومن مساعدتي؟ ذابحين غزال ومعلقين على شجرة، بمجرد ما عرفوا اني اقدر اتحرك واخدم نفسي اختفوا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وانت الضبع، باذن الله ما راح اطلع من الغابه الا انا مخلص عليك باذن الله. وسلمت له الكيس وانبسط كثير مني. أحسنت أحسنت يا مانا، والحين تقدر تحوز على رضاه وحبه. لا 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 لا، مو بالحين، مانع لازم يتوقع اختبارات كثيرة من أبو مغامس. يا رجال أنا حذر حذر، وراح فلسف كل حاجة على أساس أنها امتحان واختبار من أبو مغامس. هذا صحيح، انت لازم تجتاز اختبارات ابو مغامص كلها، ترى ابو مغامص مو بسهل. اخوك اخو، والنعم قول وفعل. هالحين انا جاي علشان موضوع اهم من هذا. خير؟ وشو؟ انا فكرت كثير ولقيت نفسي مغبون. مغبون؟ ومنو اللي غابنك؟ معاش اللي يغبنك، قل لنا وش فيك؟ والله يا ابو غامض الحق ما حد يستحي منها، وانا بصراحه القسمه اللي انتم اقترحتوها ما هي عجبتني. يعني اقصد يعني اني انا انفذ الخطه، وانا اللي في الواجهه، وانا اللي اتحمل كل المتاعب وكل العقبات، وبعدين انت قاسم بالتساوي. هذا مو بعدل. نعم نعم، مو هو بعدل، حنا طبخناها سوا يا مانع، وناكلها سوا. طبخناها سوا؟ ايش تقصد؟ انتم كل اللي سويتوه فكره، وانا اللي نفذت. عطنا الزبده، انت وش تبغى بالضبط؟ انا الحالي بنص، وانتم كلكم بنص. نعم، وغير هالحكي، يا نتفق على كذا يا انسحب انا من الموضوع وشوفوا لكم واحد ثاني. انت انجنيت كذا يا مانع؟ و
ولا يهمك اللي تبغاه، حنا نص وانت بنص. اكيد ما راح يجون، بس لازم يجون وياكلون من هاللحم. لكن شلون؟ ما في الا اني اقسم اللحم الثلاثه، قسم اللي وقسم للمتنكر وقسم للثاني، واحط كل قسم في مكان بعيد عني شوي. واكيد اكيد انهم بيجون ياخذون اللحم ان شاء الله. يا الاجاويد، يا النشامه، يا الطيبين، انا عارف انكم قريبين مني، وعارف انكم تشوفوني وتتابعوني مرحله مرحله، ولا تبوني اكشفكم. انا اشكركم من كل قلبي، والله يجزاكم الف خير. العشاء يا الاجاويد قسمتها لثلاثه، كلن بيلقى قسمه حوله، وكلن يقدر ياخذ قسمه. واوعدكم ان شاء الله اني ما اقرب لكم ما دام هذه رغبتكم. ودي اكشف نفسي لمغامس، ودي اجلس معاه وجه لوجه، ودي ما افارقه لو لحظه واحده. لكن ايش اسوي؟ ابي احسن من الحاله، ابي اعتمد على نفسه. ما في مانع اني اساعده ببعض المواقف الخطره، هذا ما يقلل من جهوده ابد، لأنه فارس شجاع. التجربة هذه راح تفيده كثير بالاعتماد على الله ثم على نفسه، وراح يرجع إن شاء الله مغامس جديد. قال الله تعالى مبشرا الصادقين: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال محذرا للكاذبين: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اللهم انجنا من النار يا رب العالمين. وقال تعالى في ذم الكاذبين: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم ارزقنا الصدق، ونجنا من الكذب يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. انت ليش توافق له بدون ما تشاورني؟ الله يهديك يا برغام، توافق له على نصف الحاله؟ يا نافع شوي شوي، انا عارف ايش اسوي. عارف ان هذا شغلك، بس كذا انت ضيعتنا وضيعت نفسك. يا بني ادم افهم، هذه خطه، تكتيك، تخدير اعصاب. كيف؟ حنا لو رفضنا وقلنا يا مانع لا، تدري وش يصير؟ وش يصير يعني؟ يبي ينسحب مانع،
ونخسر كلنا يا الثلاثة. نخسر كلنا يا الثلاثة أرحم من إنه ياخذ نص بالحالة. ومن قالك إنه بياخذ نص بالحالة؟ أنت اللي قايل بعظمة لسانك. أنا أخدعه أجاريه لين يتورط مع أبو مغامس. يورط؟ هذا كل يوم ويوم يتقرب من أبو مغامس. يا بني آدم افهم، أنا قصدي أجاريه لين ننشر خبر موت أبو مرجانه ومغامس ويتزوج مرجانه، وبعدها نبدأ نهدده يا تدفع يا نفضحك عند أبو مغامس وأهل القرية، وبعدها ما رايح يرفض لنا أي طلب. يا إنك داري، صحيح إنك ذكي. إيه أنا عارف إني ذكي. ما أدري وش بلاني، كل ما أسمع حديث الشيخ يقشعر بدني، أحس كأنه يقصدني إذا تكلم عن الأمانة وعن الوفاء والغدر والكذب والخيانة. أنا ما لازم أتسمع حديث الشيخ، بس ما أقدر، لازم أحضر المجلس كل ليلة. أحسن حاجة إني أشغل تفكيري بثروة أبو مغامس وأبو مرجانة إذا قام الشيخ يحدث. الجرح ما بعد طاب، لا الحين يعورني. يلا كلها يومين ثلاثة ويطيب بإذن الله وغادر المرحلة الرابعة. لكن قبل أغادرها لازم أذبح الضبع إن شاء الله. طيب أوريك، بس مو بهالحين. الحين أنا اللي أفكر وأنا اللي أشتري ملابس وقاعد أعلم فيك. هيا قلي للخاتمة، مسرعك قلبت علي. نعلمه الشحادة يسبقنا على البيبان. هين يا موينة، إما خليتك تندم على اليوم اللي تعرفت فيه علي ما كون أنا ضرغام. إن الله قاله ماني بطالع من هالمرحلة إلا أنا قاتل الضبع مخلص الناس من شره، وإذا جاني الضبع مرة ثانية أبعلمه منهم غامس. الحمد لله الحمد لله، الحين أقدر أقول إنه طاب. تسلم تسلم يا الفارس، تسلم يا البطل، طمنت لي عليك، الله يطمن بالك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. لا لا البضاعة جديدة وتعجبك. تسلم تسلم يا أخ. مانع سعد سعد. مانع ولا سعد؟ سعد طبعا. سعد. أجل من هو مانع؟ مانع الله يسلمك هذا صديق لي قديم لي 10 سنوات ما شفته. ما شاء الله ما شاء الله. المحل هذا جديد يا أخوي سعد؟ الله الله جديد. بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق. استريح استريح يا أخو. أدوك الريح ما شاء الله. لكن ما قلت لي وش دراك إنه جديد؟ والله أنا أمر السوق دايم والمحل هذا مسكر. إيه تقريبا لنا كم يوم فاتحينه. لا قل لي يا أخوي يا سعد المحل هذا لك ولا أبوك؟ لا أبوي الله يرحمه. إيه الله يرحمه. أجل هذا المحل لك؟ ما هو بالضبط المحلي ومعي شريك. بارك الله بالشريكين ما لم يختلفا. لا أنا وشريكي سمن على العسل. الاسم الكريم سالم يا أخوي. سالم عاشة الأسام يا أخوي سالم. تعيش انت طال عمرك. وين تشتغل يا سالم؟ والله أترزق الله طال عمرك. عندي الحمد لله قطعة أرض وعندي بستان نخل والحمد لله. ما شاء الله موفق موفق إن شاء الله. وياك إن شاء الله. بس عسى الأمور طيبة والأمور زينة. إيه يا أخوي خلها على الله خلها على الله. خير؟ البستان والأرض يا أخوي يا سعد مرهونين والرجال هذا يبي حلاله ومضايقني ولا هو براضي يمهلني أكثر من كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب حاول معه. أبو مغامس هذا عنيد ولا تنفع معه المحاولة. من؟ أبو مغامس؟ أي نعم أنت تعرفه؟ ها؟ لا 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 أسمع أنا. أبرك لك يا أخوي. ليه وش فيه؟ ها؟ لا لا ما في شيء على العموم أنا استاذن. تستاذن؟ هذه مهي معقولة يا أخوي سالم. أنت ما تبرايح. خير؟ والله يا أخوي سالم أنا بصراحة ارتحت لك وابغاك تروح معي للبيت نتعشى سوا وندردش سوا. يا ليت يا أخوي تعفيني من هالروحة. يا ليت تعفيني. لا 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 هذه مهي معقولة يا أخوي سالم. أنت زايرني في المحل وبعدين أنا إنسان وحيد ومحتاج واحد مثلك طال عمرك وشرواك يدردش معي شوي ونسولف شوي وفضفض. يعني معزم تيف. أجل أبغى أقول لك الحقيقة إني بعد أنا ارتحت لك من أول ما شفتك. الله يسلمك يا أخوي سالم. أجل أجلس أخلص الشغل ونطلع سوا. استريح. الله يسلمك. الحين عرفت وين مكانك وين تجلس فيه ولا راح أتحرك ولا خطوة واحدة إلين أخلص عليك. أبى أجلس لك هنا إلين تطلع وإن طلعت بإذن الله أبى أخلص عليك. الظاهر انه ما راح يتحرك الين ياخذ حقه من الضبع ويذبحه. بنهاية الضبع تنتهي الآفة الرابعة.
الله يهديك يا مرامس. اترك الضبع، وش تبيبه؟ يعني لازم تذبحه؟ ان جرحك للحين ما طاب، والضبع تراه مو بسيط، لكن انا لازم اصير قريب، علشان متى ما واجه الضبع وتأزمت الامور احاول اساعده. هذا ممكن يفيدني. واضح انه يكره ابو مغامس، والمثل يقول الف صديق ولا عدو واحد. انا احاول استفيد منه، بس كيف؟ سعد بس عرف اني اكره ابو مغامس زاد اهتمامه فيني. انا لازم اكشف حقيقته، لازم اكشف حقيقة هالادمي. انا ما لازم اكشف اوراقي، يمكن هذا اختبار ثاني من ابو مغامس. لا لا، مو معقول. حتى لو ما كان من جهة أبو مغامس، أنا لازم أتأنى وأفكر، وما لازم أحد يعرف وش يدور برأسي. ما هو بكفاية علي ضرغام ونافع. لازم أخليه يفك عقدة لسانه. إي نعم، وأخليه يحكي، بس ما أبغى أثير الشكوك، ما أبغى أثير الشكوك في نفسه. خليه لين يطمن لي ويفضفض ما عنده أحسن أحسن. ايش بلاك ساكت يا سالم؟ ها؟ مشغول ببالي. الله لا يشغل بالك. بحكاية الأرض والبستان؟ هو فيه غير حكاية، هلا وهالبستان؟ يا رجال هونها وتهون إن شاء الله. إيه إن هونتها عز الله راحت على الأرض وراح علي البستان. هذا طول وللحين ما طلع. متى يطلع؟ اطلع وخلصني، انا بديت امل من الانتظار. اصبر يا مغامس اصبر، اكيد انه بيطلع، واول ما يطلع ابصير بينه وبين الحفره علشان ما يقدر يرجع لها، وبخلص عليه باذن الله. الصراع اشتد، انا لازم اكون جنب غامس عشان اذا احتاجني اكون معه على طول. جرح بطنه للحين ما طاب ما طاب، وخايف الجرح ينفك مره ثانيه وينزف. لازم اكون جنبه على طول. Thank you.
من هو سالم؟ وش يقصد هالآدمي؟ لا يكون أرسل أبو مغامس علي علشان يجربني. لا لا ما أعتقد. أجل أجل ليه راح عند أبو مغامس؟ يصير علشان يطلب منه فرصة ثانية؟ علشان يفكره عند بستانه وأرضه؟ ولا راح ينقل أخبار عني لأبو مغامس؟ على العموم أنا لازم أكون حذر، ما لازم أثق بأي إنسان، خصوصا الناس اللي لهم علاقة مع أبو مغامس. بكرة الصباح إذا جاني للمحل أبغى أسأله. إيه أبي أسأله، ليش كان عند أبو مغامس؟ لا لا أسأله وين كان البارحة. إذا قال عند أبو مغامس فهو رجال صادق ولا وراه مشاكل، وإذا أنكر وما جاب سيرة لأبو مغامس فهذا معناه ان ابو مغامس مرسله، وساعتها لازم اتخلص منه ولا عاد اجلس معاه ولا استقبله مره ثانيه. بكره يا سالم اكشف حقيقتك. مانع نجح خلاص، لا تقول سمسم إلين تلهم، ما هو لهم وانتهى. كيف؟ هذا هو صار من أصحاب المحلات. والزبدة يا ضرغام؟ الزبدة إنه قدر يحوز على ثقة أبو مغامس، خصوصا بعد التجربة اللي سواها معاه. وحنا وش استفدنا إلى هالحين؟ حنا ما استفدنا ولا من ليب. عين خير، نبي نستفيد وقريب بعد. متى يا اخوي يا ضرغام؟ متى؟ هانت كلها كم يوم. طيب والحين وش راح تسوي؟ بكره امر على مانع واطلب منه انه يجي هنا ونتفق على الخطوات اللي لازم نسويها. تمر عليه في المحل؟ ايه نعم، بس هو طلب منا انه ما نجيه في المحل. ما حد عارفني اروح له وانا متنكر. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فأنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة
حلت له الشفاعة. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. شهرين وأبوي وابن عمي ما رجعوا، شهرين وأنا ماني عارفة أي سما تضلهم وأي أرض تقلهم. يا ترى، يا ترى كم مرحلة من المراحل السبعة قطعوها، ويا ترى كم آفة من الآفات السبعة اجتازوها. يا ترى هل يقدرون يجتازون وادي السباع والسبعة آفات ويرجعون سالمين؟ قادر يا كريم، قادر يا رب، قادر تنجح مقاصدهم وترجعهم لنا سالمين. يا رب لا تفجعني في أبوي ولا في ابن عمي. يا ترى أبو مغامس سلطك علي؟ خير يا سعد يا أخوي، أشوفك ضايق عن صدرك، عسى ما في شيء. أبد ما في إلا سلامتك يا أخوي سالم. إلا قل لي سام، وش سويت موضوعك؟ والله ما هنا جديد يا أخوي سعد. البارح قبل ما طلعت من عندك رحت لعم أبو مغامس، قلت يمكن يمهلني لو بعض الوقت، لكنه للأسف ما رضى. يعني البارحة كنت عند أبو مغامس؟ إيه نعم. غريبة، يقولون إنه إنسان طيب ويحب الخير. الحق قال انها اجودي وامهلني اكثر من مره، لكن وش تبيني اقول انا اخوك؟ الحلال غالي يا اخوي غالي. حاول معه عسى الله يهديه. خلاص انا عجزت، حاولت اكثر من مره وفشلت، والرجال مستعجل يبغى حلاله. طيب وش راح تسوي؟ والله ما ادري وين اخوك، لكن لازم اسلم له الارض والبستان. وين تروح بعدين؟ إيه الله كريم يا أخوي سعد، الله كريم ونعم بالله. ها راح أدور لي شغل. تقول لك شغل؟ إيه أدور لي شغل، مو علشان أعيش لازم أشتغل يا أخوي سعد. هذا صحيح يا أخوي سالم، الإنسان ما لازم يجلس، لازم يشتغل علشان يعيش.
لك يا اخوي سالم، اباصل مشوار قريب وارجع لك، ما نتاخر. علمك. تفضل. يا ترى من هو الرجال هذا؟ وليش منثم؟ وليش سعد يوم شافه تضايق وراح وراه؟ اكيد ان في سر بين هالاثنين، بس وشو يا سعد؟ وشو؟